كلنا جي أوقات يحس فيها بالخمول والكسل، بس تعرف أن الخمول رابع أخطر مسبب الأمراض غير المعدية، ويسبب وفاة 3 مليون شخص حول العالم سنويا. بس ممارستك للنشاط البدني تعطيك حياة صحية ونفسية أفضل ووزن مثالي، وتقلل من إصابتك بأمراض القلب والسكري وغيرها. انعم بالصحة، اجعل نشاطك جزء من حياتك. مع تحيات وزارة الصحة.